السلام عليكم. رح نبدا ان شاء الله مجموعه من الدروس او كورس او ممكن نسمينه مجرد سلسله من الدروس عن الجيتكس. الجيتكس الفيتشرز الموجوده بجيتكس، كل درس يكون فيتشر واحده من المميزات الموجوده بالجيتكس. نبدا من الدرس الاول نتكلم عن اثنين اللي هي اركتكتشر باترن اللي هو الجيتكس كاركتكتشر باترن، طبعا هذه فقط نظري، وايضا كستيت مانجمنت راح نتكلم عليها. طبعا هذا الكورس هنا ما بس انا راح اركز على الجيتكس نفسها، يعني خاصة لما نجي على الامور بها بعض التعقيد، فراح اشرح لك ايضا انه يعني اشنو هو هذا الشيء. مثلا الستيت مانجمنت او الاركتكتشر باترن هو اشنو بالضبط. الستيت مانجمنت هي اشني شو كنا نستخدمها مثلا قبل هذه الطريقة. طبعا الستيت مانجمنت انا ما اقدر اشرح كل الاشياء اللي استخدمها قبل، هي مجرد ست ستيت الكل يعرف، يعني المفروض الكل يعرف، يعني انت ما معقولة تبدا بجيتكس وانت اصلا ما تعرف اساسيات فلتر، لكن فقط مجرد اعطيك معلومات عنه. تبي ندرس انجكشن مثلا اعطيك معلومات عنه، اعطيك مجرد مثال عنه كيف كنا نستخدمه قبل ما نستخدم الجيتكس، كيف هي تعمل اصلا حتى نفهم الفكره. يعني نفس الشيء الراوت مانجمنت، اللوكاليزيشن، الكونتكست فري بدون كونتكست الى اخره من الامور. فالجيتكس فيتشرز طبعا هي هذه الشيء المهم بالجيتكس، المميز بالجيتكس كما قلنا سابقا، يمكن شرحناها سابقا هاي الامور، انه الجيتكس ليس فقط اركتكتشر باترن او ديزاين باترن مثل ما البعض يسميها، هي وليس فقط ستيت مانجمنت، اداه للستيت مانجمنت مثل البروفايدر مثلا، لا هي اكثر من هذا. يعني هسه مثلا اذا جينا على البلوك، البلوك هو اركتكتشر باترن وايضا ستيت مانجمنت، بينما البروفايدر هو فقط ستيت مانجمنت، يعني ما بينه ديزاين واضح كباترن واضح كاركتكتشر باترن، ما بينه هذا الشيء الواضح تماما، هو بينه ديبندنسي انجكشن بكثير امور لكن ما منظم بطريقه واضحه. بينما الجيتكس هو architectural pattern اللي يستخدم ال MVC pattern، ال model view controller، هو ايضا state management، هو ايضا dependency injection، يدعم dependency injection، طبعا البلوك والبروفايدر ايضا يدعم dependency injection، لكن هنا الطريقة اسهل جدا. route management ايضا البروفايدر والبلوك ما يدعم route management، يستخدم نفس route management الموجودة بالفلتر نفسه يعني، لكن هنا لا، هو اصلا عنده route management خاص بالجيتكس. localization يعني انت تعمل تطبيق مالك بعدة لغات، الامر جدا سهل مع الجيتكس. provider block مثلا ما تقدر انت، يعني تقدر الامر جدا بسيط يعني، لكن ليس عن طريق البلوك نفسه او عن طريق البروفايدر نفسه، تستخدم ايضا الامكانيات الموجودة بفلتر او تستخدم مكتبات او plugins خارجية. context free طبعا هذا جدا جدا مهم ان شاء الله نركز عليه بالدروس القادمة، طبعا جدا مفيد للفصل بين الفيو بين اللوجيك، يعني انت احيانا عندنا امور نحتاج الكونتكست فتجبرنا، هي برمجه هي امور لوجيك ممكن نعتبرها، لكن بسبب حاجتنا للكونتكست نضطر نخليها مع الفيو او نتعب كثير حتى نفصلها عن الفيو. فهنا بالجيتكس انت اساسا ما تحتاج كونتكست، يعني تقدر تصل للكونتكست من اي مكان فتقدر تفصلها بشكل واضح جدا. فاليديشن طبعا اكو ايضا امور اخرى، لكن مثلا فاليديشن هذه الامور ريال فيتشرز هي اهم شيء. نبدا بالاركتكتشر باترن. الاركتكتشر باترن جدا واضح بالجيتكس اللي هو فيو موديل كنترولر، موديل فيو كنترولر اللي كان سابق، طبعا هو ابسط اركتكتشر باترن اشوف يعني براين، ابسط شيء هو واوضح شيء هو الكنترولر فيو موديل، جدا واضح. الفيو هو اليو اي، الكنترولر هو اللوجيك، الموديل هو اي شيء له علاقه بالاتصال مع قواعد البيانات او الاتصال مع بيانات خارجيه لجلب بيانات، سواء كانت قواعد بيانات، كانت فاير بيس، كانت اي بي اي، سكيور لايت، اي شيء كان، فممكن تخليه كموديل. طبعا العلاقه اللي تكون هي علاقه بين الكنترولر وبين الفيو، وعلاقه بالكنترولر وبين الموديل، ماكو اي علاقه مباشره بين الداتا اللي هي الموديل وبين الفيو. ايضا الكود مالك مفصول بشكل كامل 100% هنا، يعني انت بالفيو راح تخلي فقط فيو ستيتفول وجد، ما راح تحتاجه نهائيا بالجيتكس، او يعني ممكن نقول ب 90 او 95% من الحالات، ممكن اكو طريق حالات معينه لكن ما اتوقع انه تحتاجه، يعني بالنسبه لي ما محتاجه ابد، ولا اتوقع انه تحتاجه نهائيا، لان انت بالجيتكس بالكنترولر تقدر تخلي اي شيء، اي فيتشرز لها علاقه بالستيت مانجمنت، الستيتفول وجد تقدر تخليها بالكنترولر. ايضا طبعا هنا بما انه موبايل الويب ما بينه مثلا اوبزرفبل وليسنر عاده، خاصه مثل لارافل هو ايضا فيو كنترول موديل، لكن ما بينه هاي الامور لانه بالويب وخاصه بالباك اند، بينما الموبايل كفرونت اند نحتاج الستريم والاوبزرفبل والليسنر والى اخره. فعاده هنا الكنترولر راح يكون اوبزرفبل، يعني راح يحوي الستيت اللي عندك وراح يكون اوبزرفبل. اوبزرفبل معناها انه اكو الفيوز معينه وشاشات معينه وسكرات معينه او كائنات معينه راح تصغي اللوا listening اللوا، اي تغيير يصير بالستيت الموجوده بالكنترولر على اساسه الفيو راح
تعمل ريبيلد. طبعا هي يعني بالستيت مانجمنت لازم تفهم هذه الامور، حتفهم الستيت مانجمنت الرياكتيف بروجرامينج، لازم تفهم شو الرياكتيف بروجرامينج. الرياكتيف بروجرامينج او الستيت الرياكتيف بروجرامينج موجوده بكل لغات البرمجه تقريبا، يعني بجافا مثلا عندك ار اكس جافا، بالجافا سكريبت عندك مكتبات والى اخره. فهذا الامر جدا مهم انك تفهمه يعني. فالكنترولر يكون اوبزرفبل، اوبزرفبل كما قلنا هو مجرد حاويه للستيت بفانكشنات، ويكون اوبزرفبل يعني اكو مجموعه من الكلاسات، مجموعه من الفيو راح تعمل listening لو، تصغي لو، يسموها subscriber. يعني ايش subscriber؟ يعني انت عندك listener، عندك الاوبزرفبل، عندك مثلا تقدر تعتبره مثلا صندوق بستيت. الليسنر اكو مجموعه من الفيو تتصنت على هذا الصندوق، تشوف اي تغيير يصير بالستيت اللي داخله مباشره هي responding اللي هو يعني كريسبونس اللي هو كاستجابه، تعمل ريبيلد، تغير الوجد ماله، تعمل ريبيلد الوجد، اعاده بناء للوجد ماله. ليش يسموها لذلك يسموها؟ ممكن تشوف انت listener، ممكن يقولون subscriber. subscriber ليش؟ يعني ايضا تعمل subscribe على هذا الصندوق، سجل بينه subscribe حتى تشوف اي شيء تغير بينه على اساسه تتغير. فحاليا هون نجي عاده هنا بهاي الحاله الاوبزرفبل والليسننج تستخدم الستريم. الستريم ايش هي فكره الستريم؟ طبعا شرحها كثير يعني، هذا انا اشرح فقط نظري هنا. الستريم هو ليش يسمونه ستريم؟ لان البيانات هنا او الستيت هنا تجيك بشكل ستريم، تدفق مثل الشلال ستريمينج يعني يتدفق فلوينج. فشيء يتدفق، البيانات تستمر بالتدفق ومن تتغير احنا دائما تتدفق هي بشكل مستمر حتى يكون رياكتيف، يكون يعني الستيت دائما يكون على رياكتيف بروجرامينج بهذه الطريقه. فهو يبقى الستيت تبقى تجي هي واكو سبسكرايبر او لسن على هاي الستريم. عاده يكون الاوبزرفبل يكون ستريم، فعلى هذا الستريم مثل اعتبره كانه شلال من الستيت، اكو مجموعه من الفيو تصل لو او لسننج او سبسكرايب لو. من يصير اي تغيير بهاي الستريم هذا حاليا تمشي الستيت بدون تغيير، هي ضل تمشي مستمرة. أي تغيير يصير فيها مباشرة يتغيرون على أساسه، ما يحتاج مثلا تضغط زر أو شيء. فلهذيك الستريم أيضا جدا مهم إنك تفهمها إيش هي الستريم. طبعا ماكو وقت أكيد إنه أشرح كيف نعمل ستريم بدون GetX أو بدون البروفايدر أو بدون هذه الأمور، لأن أمر ماله جدا سهل وشرحته بوحدة من الدروس يعني، لكن تاخذ وقت. فذلك ممكن أنت إذا تريد تفهم الستريم كيف تعمله بدون GetX، فأيضا أكو دروس عن هذه الأمور، أيضا بالقناة عندي أكو دروس عليها. فهذه الفكرة عادة بالستريم. فالستريم هو عبارة عن بيانات تجي، ويحتاج الستريم عادة إلى سبسكرايبر أيضا لسنر حتى يصل هذا الستريم ويتغيرون على أساسه. فهذه باختصار فكرة الستيت مانجمنت. الستيت مانجمنت احنا ايش نريد؟ احنا نريد الستيت ما نخليها بمكان معين وحدي، فبالبروفايدر نخليها بالبروفايدر، بالجيت اكس نخليها بالكنترولر، بالبلوك نخليها بالبلوك إلى آخره. فاحنا خليناها بالكنترولر كلتها بحالة الجيت اكس، وخليناها على شكل ستريم وحتى بدون ستريم. المهم خلينا اكو listener او الفيو تصغي لها، ومن يصير اي تغيير مباشره تتغير. هذه فكره الستيت مانجمنت، اتمنى تكون الفكره واضحه. طبعا هنا عندي هذا التطبيق بسيط عملته. طبعا كما قلنا طبعا الكنترولر او الاركتكتشر باترن، الاركتكتشر باترن اللي هي ليس الديزاين باترن، شويه تختلف. الديزاين باترن يكون فقط على الديزاين باترن عاده يكون فقط على مستوى كلاس مثلا انترفيس abstract class methods الى اخره من الامور، بينما architectural pattern يكون على مستوى الباكجز. فاحنا عندنا controller package كامل وبمجموعه من الملفات الفايلات، مجموعه من الكلاسات، عندنا الموديل package بمجموعه من الفولدر ملفات ومجموعه من السب فولدرز، ممكن عندنا الفيو فولدر ايضا او package وبمجموعه من السب فولدرز ومجموعه من الفايلات. فالarchitectural pattern مثل MVC، مثل block pattern، مثل MVVM، MVM الى اخره، هاي تسمى architectural pattern وليس design pattern، يعني ادق مع انه البعض يسميها design pattern. الديزاين pattern مختلف، انا عندي كورس على design pattern ايضا جدا مهم حتى تفهم. لكن انت عاده مستخدم مثلا GetX، انت اصلا راح تطبق كثير من الديزاين pattern اللي موجود عن طريق الاركتكتشر pattern اللي هو GetX، راح تطبق كثير من الديزاين pattern، حيكون already موجود ومطبق، مثل dependency injection ابسط شيء، هو يعتبر نوع من الديزاين pattern. نجي حاليا عندنا مشروع اللي قسمناه له كنترولر، فقط خليته كنترولر واحد طبعا فارغ كل شيء ما بينه. عندنا الموديل، الموديل ما احتاج اي شيء، ما اتعامل مع قاعده البيانات اليوم، فقط عندي الستيت مانجمنت فارغ. عندي الفيو، الفيو خليته بينه فقط بيج 1، البيج 1 طبعا كل شيء ما بيها، الامر يعني جدا بسيط، مجرد بيها هذا الكولوم هنا
الكولوم بينو عبارة عن circular progress indicator هذا اللي يثور وعندك أيضا جواتو مسافة خلينا بالسايز بوكس وخلينا جواتو تكست وانتهى الأمر فقط بهاي البساطة هي عندنا الزر بنضغط عليه ونعمل شيء معين اسمه change فالأمر جدا بسيط ما يحتاج أي شيء وعندنا المين بالمين فقط ما بينه أي شيء أعتقد واضح جدا فقط استدعينا البيج 1 فأول ما نبدأ نفتح البيج 1 فكما قلنا الستيت مانجمنت احنا حاليا ايش راح نريد نعمل احنا؟ راح اجي على الكنترولر اقله كلاس طبعا انا عملته بالبوب سبيك دوت يمل انا خليته اصلا الجيت باكج اخر اصدار فنزلته عندي فنجي نقول له كلاس سميها مثلا بيج جيت اكس كنترولر موجوده جاهزه اسمها جيت اكس كنترولر هذه ناخذها من الجيت اكس لازم نعمل يعني امبورت للجيت اكس المفروض هي تعمل امبورت اوتوماتيكلي فعمل امبورت الجيت بجيت اكس عندنا ثلاث طرق للستيت مانجمنت بجيت اكس اول طريقه اللي هي الابديت اللي جدا تشمل البروفايدر والنوتيفاي لسنر فعندنا كما قلنا عندنا سبسكرايبر او عندنا لسنر راح يصغون للكنترولر اعتبروه صندوق بالستيت يصغون له فكل ما يصير تغيير نقول له ابديت ونقول له نوتيفاي لسنر حتى لسنر ما يصير تغيير بالكنترولر او بالبروفايدر نقول له نوتيفاي لسنر حتى يتغيرون يعملون ريبيلد هون نفس الشيء بالضبط ما كان نوتيفاي للسنر فقط راح نقول له ابديت فقط هذا الفرق فهون عندنا مجموعه من الستيت فاول ستيت اسميها مثلا از لودينج واعمل متغير ثاني اسمينه مثلا تكست اكتب مثلا it is false فقط كتكست معين وبعدين اعمل لي فانكشن اسميها مثلا اشياء ما تقدر تسميها ما ترجع شيء void فاسميها مثلا ممكن اسميها change الفانكشن ايش راح تقول؟ راح اضغط الزر من اضغط الزر اسوي الفانكشن اذا اضغطه اذا كان true فاقول له اول شيء اذا كان is loading equal equal true اذا كان true already انا ايش راح اعمل؟ راح احوله الى false فاقول له is loading والتكست ايضا اغيره اقول له التكست يساوي اللي هو نفسه it is false والا اذا كان عفوا خلينه اذا كان true اغينه false واقول له false واذا كان else يعني اذا كان هو اصلا false مثل بدايه ماله ما بينه شيء فهعمله true is loading فقط هنا بعد ما اعمل هاي احتاج استدعي الابديت فقط حتى اعمل update حتى يعمل rebuild مثل ما notify listener نفس الشيء هنا update فقط بهاي البساطة كملنا حاليا الكنترولر عندنا اثنين ستيت حاليا راح نعمل السبسكرايبر للستيت كما قلنا عندنا ستيت بالكنترولر نريد الفيو يكون سبسكرايبر listener لهذا الستيت فنجي علينا على البيج 1 هنا اول شيء نحتاج نجيب نعمل انجكت طبعا ديبندنس انجكشن راح اشرحها بدرس ثاني انا ما بهذا الدرس لهذا اليوم راح يكون جدا بسيط فقط اسر يعني فنحتاج نعمل انجكت للكنترولر بالفيو حتى نقدر نوصلها نقدر نتعامل مع الكنترولر صح؟ ف كيف اعمل انجكت لها؟ فالانجكت كيف اعملها؟ انا اقدر اخلينه باي مكان وارجع استخدمه بعدين فممكن اخلينه هنا يعني انا ما عندي اي مشكله انه اخلينه هنا مثلا اقدر اقول له var 1 عفوا هذا اسمينه page1controller فقط حتى يكون اسمه واضح page1controller فلما نجي هنا اقول له get يساوي get اخذه من الجيت انتبه عليها دوت بات بوت الكنترولر مالتي فهنا من عملته انا عملته ديبندنس انجكشن عملته انجكت بالفيو ممكن اعمله بهاي الطريقه ممكن الافضل اعمله بطريقه اسهل من هذه انه ممكن عندي اكثر من كنترولر كثير يعني ممكن اخينه مكان وحده مثلا اخينه بالمين احقنه بالمين يعني هو راح يكون بكل مكان مجرد ما تقول حقن راح يكون بكل مكان اي مكان له علاقه بالراوت بالشجره نفسه شجره الوجه فعملت له جيت هنا طبعا لازم استدعي الملف مال جيت بالهوم فهنا انا عملت له حقن فانتهى حاليا حقن بالشجره فحاليا لما اريد اصله باي فيو انا الامر جدا بسيط فقط اقول له فايند بهاي الطريقه اقول له فايند فاقول له فار او ما فار ما فار هنا طبعا المين هنا بما انه تشوفون خطا لان هذه ستيتلس ويجت فستيتلس ويجت لازم يكون بها فاينل كل المتغيرات اللي بها فاينل فمجرد اعمل فاينل حتى تروح المشكله نفس الشيء هنا ستيتلس ويجت فاقول له فاينل
اسمه page 1 controller، اسمينه controller مثلا، او ممكن page 1 controller كيفك، يساوي فقط get.find، هو راح يبحث عنه. انا قلت له اريد لهذا، سيبحث عنه واقدر استخدمه حاليا بالفيو. فقط اعمل له find، ما يحتاج اعمل له واحد جديد، ما اريد اشرحها كلها لان نشرحها غير دروس الدروس القادمه يعني. او طبعا اكو عده طرق، انه ما فقط بهذه الطريقه، اكو عده طرق ممكن تعملها بها. انا خلينا راح امسحها. احنا عملنا حاليا الكنترولر وكملنا observable، لكن نريد نعمل view subscriber listener بهذا. كيف نعمله listener؟ طبعا بعده طرق كما قلنا، لكن اول طريقه الابديت. فقط شوف احنا عندنا وين اللي يريد الشيء اللي يريد يتغير يعني، ويصبه هو هنا فقط، هذه اللي هاي الكولوم اشبهها بها السيركلر بروجريس انديكيتر وبها التكست. فهون هاي اللي راح يتغير فقط لما نضغط على الزر احنا. فاذا هذه ممكن نخليها داخل الجيت بيلدر، نخلي الجيت بيلدر هي اللي راح تعمل سبسكرايب. فممكن هذه اخذها فقط كت بهاي الطريقه، ارجع اقول له جيت بيلدر مثل البلوك ليسنر وبلوك بيلدر اللي عندنا بالضبط. فجيت بيلدر، الجيت بيلدر راح يكون بيها، طبعا الجيت بيلدر الافضل انه اخليها هنا نوعيتها، احدد نوعيتها فاقول له page 1 controller اللي راح تستقبل page 1 controller. الجيت بيلدر بيها بيلدر، فبيها بيلدر اكيد، بس قبل البيلدر بيها initial، فتعمل initial page controller. page 1 controller وبها builder. البيلدر راح تاخذ الكنترولر اللي عندنا، نسميه كنترولر مثلا، ايش ما تسمينه طبعا، ويرجع لنا return الوجد مالنا، الكولم مالنا. حاليا ايش عندي؟ انا عملت سبسكرايبر حاليا، الفيو صار سبسكرايبر بينه، فيعمل يصغي للكنترولر. فانا ايش اريد اعمل؟ انا اريد اتاكد اذا كان الكنترولر، اذا كان هذا الكنترولر الستيت is loading او التكست، اذا كان is loading false اعمل شيء معين. طبعا لازم نضغط زر يفعل لي تشينج هنا، فراح ازر هنا لازم يفعل لي تشينج. فهنا اقول له الزر، اقول له كنترولر. طبعا انا ما اقدر اصل الكنترولر لان الكنترولر انا ما خليتونه داخل الجيت بيلدر، فما اقدر اصله خارج الجيت بيلدر، الجيت بيلدر هنا. فممكن اخليه داخل الجيت بيلدر، او ممكن اعمله هنا. طبعا يعني الافضل تخليه داخل الجيت بيلدر وتفضل، لكن انا ما اريد اعمل له اعاده بناء مره ثانيه، فممكن اجيبه من هذه الطريقه ايضا، نفس الشيء ما راح تفرق عندك شيء. يساوي get.find، راح يبحث عنه ويجيبه، راح يكون نفسه. في الحالة نقدر نستخدمه بالبيج كنترولر. اجي على الزر اللي خارج الجيت، اون بريس اقول له البيج كنترولر دوت تشينج، تمام؟ راح يستدعي تشينج. حاليا من يستدعي تشينج ايش راح يكون؟ ايش راح يعمل؟ الامر جدا واضح، اذا كان لودينج ترو راح يعملها فولس ويكتبها الكتابي، واذا كانت فولس راح يعملها ترو ويكتبها الكتابي، فقط بالعكس يعني. فاجي هنا ايش راح اعمل انا؟ راح اتاكد هنا من الكولم، فراح اقول له اذا كان الكنترولر، اخذ الكنترولر من هنا حاليا من الجيت بيلدر، اقول له كنترولر دوت از لودينج. اذا كان الـ is loading true شو تعمل؟ رجع لي هذه الكولوم بها الـ circular progress indicator وبها التكست، والتكست من تاخذه؟ تاخذه من التكست الموجود بالكنترولر ايضا، فقول كنترولر دوت تكست. ايش يكون مكتوب بينه هو؟ التكست اذا كان true راح يكون اذا كان false راح يكون مكتوب بينه false، اذا كان true راح يكون مكتوب بينه true، فراح ياخذه نفسه هو شو ما يكون يعني، حسب ما نغير احنا بنضغط على الزر. والا نخلص هذه، والا نخلي فقط تكست هنا، او ممكن اخذ فقط هاي التكست يعني بدون انديكيتر، لان اذا ما في لودينج ليش نعمل انديكيتر؟ فاخذ هاي التكست نفسه واخلي بها ايضا التكست، راح يقول له فولس المفروض. اذا كانت ترو راح يكتبها ترو ويخلي انديكيتر، والا راح يكتبها فولس وما يخلي انديكيتر فقط. شوفون الفرق ايش؟ ليش خلينا داخل جيت بيلدر وبينما الزر ما خلينا داخل الجيت بيلدر؟ ليش؟ لان الزر احنا ما نحتاج نغير شيء بينه، ما نحتاج نعمل ريبلت يعني الوجد نفسه، ما يعمل ريبلت، فقط نضغط عليها نغير تغيير بس، البيلد الوجد نفسه ما حيتغير شيء بينه كتكست يعني كبطن. بس هنا فرق، هنا ال circular progress indicator راح نخلينه موجود او ما موجود، فاذا راح نعمل ريبلت للوجد، نريد نعمل ريبلت اللي هو التكست نفس الشيء، نغير بها التكست اللي داخله،
راح نعمل له ريبلد، فلذلك لازم نخليه داخل الجيت بلدر. طبعا هاي الطريقه الاولى، وهاي الطريقه اللي ممكن تعتبر اعقد طريقه، اكو طرق اسهل منها صراحه شعركية بالستيت مانجمنت، لكن هاي الطريقه الاولى هاي الطريقه تحافظ على الذاكره اكثر، لان هاي طبعا ما تعتمد على الستريم، الستريم دائما تاخذ مكان بالذاكره اكثر، بينما الستريم قلنا ستيت تظل متدفقه ما تقف، فتاخذ مكان بالذاكره اكثر، بينما هنا ما بيها ستريم، فالامر اسهل راح يكون على الذاكره يعني. فانت لكن طبعا الافضل انك تستخدم الطرق الاخرى. راح نشرحها، لكن فقط حيناها مرة راح تشوف فقط ايش صار. طبعا مثل ما تشاهد هي اتس فولس، اذا قال له تشينج اضغط عليها راح يعملها ترو، شوف غير اثنين وعمل هذا، اذا رجعته مره ثانيه ضغطت عليها راح بالعكس يعملها فولس يلغي هذا ويخلي فقط التكست. ففقط بهاي البساطه التطبيق البسيط جدا. لكن نجي حاليا نعملها بالطريقه الثانيه، الطريقه الثانيه اللي هي طبعا الافضل بدون ابديت وبدون اي شيء، نستخدم الستريم هنا. طبعا الستريم اذا بدون جيتكس اكثر تحقيق بكثير يعني، لكن هنا فقط مع الجيتكس شوف البساطه، فقط false.obs وهذا فقط هنا .obs، مجرد ما ذكرنا .obs معناته خليناها مذوي يعني قابل للobservable، يعني ممكن اكو حد يصغي لها، مجرد فقط كان ربطناهم بستريم وخلينا اكو حد يقدر يصغي لها. فحاليا نجي هنا طبعا لما نجي عليه الازلودنج ما نقدر نقول له قبل الازلودنج حاليا، نقول له دوت فاليو يساوي ترو. تكست نفس الشيء لازم نقول له دوت فاليو يساوي نفس الشيء هنا، فقط هذا التغيير البسيط. نجي حاليا حاليا كملنا هنا فقط هذا التغيير، فقط عملناهم اوبزرفبل. نجي على البيج هنا، الفرق ايضا الفرق راح يكون جدا بسيط. هنا ما نحتاج طبعا الجيت بيلدر بعد، فالجيت بيلدر كله نحذفها هذه هنا خلي. طبعا هسه حاليا رجع مثل ما كان بالبدايه ما بينه اي شيء. نجي هنا ايش نعمل لنا فايند بيج كنترولر، فنقدر نوصلها من اي مكان ما عندنا اي مشكله. هنا ايضا ما عندنا اي مشكله بالزر، وصلنا له قلنا له دوت تشينج. لكن حاليا فقط كيف نوصل هنا، كيف نغير مكان الجيت بيلدر، راح نستخدم الجيت اكس او الاو بي اكس فقط، هذه ببساطه. فنجي نفس الفكره ايضا ناخذ هذه كت اوبيكس فقط بهذه الطريقه، كل شيء محتاج تخليه. افتح هذا خلي فانكشن بدون اسم وبدون اي شيء، فقط اعملها بهذه الطريقه ورجع اعمل بيست للكولم اوبيكس. طبعا حاليا اوبيكس وين اللي نغلقه؟ هنا الغلق مال اوبيكس، ممكن نتاكد منه هنا. حاليا اقدر اصل الكنترولر ما يحتاج انزله هنا، اصلا موجود الكنترولر عندي انا بالبيج كنترولر. فاجي نفس الفكره اقول له بيج كنترولر حاليا بيج كنترولر دوت از لودينج، وانا حاليا يمكن اقول له دوت از ترو او ممكن دوت فاليو يساوي ترو، نفس الفكره راح تعملها. اذا كان ترو راح يرجع لي الكولم كله كما قلنا، الكولم يخلص الى هنا، والا اذا كان فولس راح يرجع لي فقط التكست اللي هنا. طبعا اللي هنا ايضا اخلي البيج كنترولر اخلي بها دوت تكست دوت فاليو حاليا لان تختلف. هنا نفس الفكرة راح تشاهد المفروض نفس الفكرة بالضبط وكل شيء ما تغير. فأيضا عمل له نضغط عليه نو راح صار، إذا ضغطنا مرة ثانية تغير كل شيء ما غيرنا، نفس الفكرة بالضبط. الجيت اكس ممكن نعتبرها نفس فكرة الجيت بيلدر، كثير مقاربة لها لكن تستخدم الستريم أيضا. فلذلك ممكن نرجع الكود مثل ما كان سابقا، فقط لما كان الجيت بيلدر أخلي getx، ممكن احذف طبعا ممكن تخلي انشيلايز ايضا نفس الفكره، لكن الاهم انه عندنا البلدر. هنا لازم احدد النوع فقط البيج كنترولر، فهنا اقدر اصله مباشره اقول له دوت از ترو، ونفس الفكره بالضبط البقيه ايضا التكست لازم اقول له دوت فاليو نفس الفكرة، وإلا بهاي الطريقة فقط. ماكو أي فرق بيناتهم، نفس الفكرة، لكن راح استخدمنا السترينج. إذا عملنا ران مرة ثانية راح تشوف إذا عملنا تشينج راح يتغير، وإذا دسنا مرة ثانية راح يرجع يتغير. فهاي استخدمنا احنا ثلاث طرق، وهاي هي كل شيء أهم الأمور موجودة بالجيت اكس كستيت مانجمنت. عندك هاي الخيارات كلها. فأتمنى يكون هذا الدرس واضح.
طبعا درس جدا مهم، لان صراحه اهم شيء بالجيت اكس كما البلوك كما البروفايدر اهم شيء هو الستيت مانجمنت اهم شيء. فهو هاي شرحنا اليوم، غطينا تقريبا كل الامور المهمه موجوده بالستيت مانجمنت. طبعا هنا كما قلنا الاو بي اكس ممكن تستخدم اي شيء كان بوليان نوعه، فقط خلينا او بي اس، تستخدم تكست، تستخدم اوبجكت، اي شيء كان تريد تعمل له سبسكرايب تخليه انه ستريم، فقط قول له دوت او بي اس وانتهى الامر. اتمنى الامر يكون واضح، والسلام عليكم.